حيكم وبرنامج ما جينا يا ما جينا الموسم الثالث. يابا وينك محمد؟ ايه يمكن اشتغلت تيشيرت جديد. ويشرب اشتعل وفوق بشار. جينا نشكر الطالب. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وأمسية جديدة ومتعلولة رمضانية جديدة. التلخار أو مهذار يسمينه، نعم، أول جريدة أهلية وفكاهية في مصر. نحييكم ونقدم لكم أمسية من أمسيات شهر رمضان. مرحبا بكم أيها الكرام، ونحن نستظل بنور نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تسقي أبدا إلى ميول الآخرين السلبية والتشاؤمية، لأنهم يسلبوا أحلامك وآمالك الذي تحتفظ بها في قلبك. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يقول أيضاً البروفيسور آرثر إليسون: لقد دهشت حقاً عندما علمت مؤخراً أن هناك إشارات علمية في القرآن والحديث. مرحباً بكم مع برنامج وافعلوا الخير. الناس بحاجة إلى يعني من يدخل السرور على قلوبها. هل وجدت بركة القرآن على حياتك العملية والعلمية؟ كثير جدا والله دكتور. أهلا بكم أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج قناة الموصل. القناطر هي نوع من التهوية والغيرة، وبنفس الوقت عزل حراري، فتلاحظ أنه تكون ملطفة للجو في الصيف وفيها نوع من الدفء في الشتاء. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهن وحرف موصلية. اختاريت هاي العلامة رياض الموصلية، يعني نسبة للموصل. أسس سنة 16 هجرية، والذي أسسه الفاتح المعروف عتبة بن فرقد السلمي. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم أعلام معاصرون. لبيك لبيك فاطلب آتي، يا من بها حارت الأحلام وارتبكت والصهوريب
فلم يعرف لها. الأفضل أنه نفطر على تمرات واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة وتر على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج عراق درايفر. أنا اختصاصي بيع وشراء سيارات، وعندي هواية أعدل على السيارات الرياضية. يشتهر مطبخنا الموصلي بأطباقه اللذيذة المشهورة والغنية بتنوعها واختلاف مكوناتها. باقي المحافظة شو يسمون هاي ورق العنب دولنا السوري يرنجي. تعالوا نذهب إلى أحدى البيوت التي تحتاج منا نظرة إنسانية ومساعدة. يوفرون الشغل، المفروض أن الحكومة توفر شغل على الطالب الطالب ما عندهم. زاد فضلك، نشكر قناة الموصلية على الوجود ومساعدة الفقراء، وبارك الله بيكم.